بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في جولة جديدة من برنامج آفاق. رسالات الأنبياء كلها واحدة، لأن دعوتهم لإله واحد، لدين واحد، واحد في أركانه وأهدافه. وهذا ما أكده القرآن الكريم وبينه لنا في أكثر من موضع، منها قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وعماد تلك الوحدة بين جميع الأنبياء والرسل على اختلاف الأزمنة والأمكنة هي الفطرة الإنسانية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكانت دعوتهم لتحقيق المنهج الإلهي للحياة البشرية القائم على التوحيد والعلم والمعرفة، وهي أساس لبناء الحضارات. رسالات النبوة والحضارات، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج أفاق الذي يسعدنا فيه ويشرفنا بالحضور الأستاذ الدكتور محمد كمال مصطفى، أستاذ الحضارة الأندلسية ورئيس جمعية سهيل الإسلامية بأسبانيا. مرحبا بكم دكتور. مرحبا بكم وأهلا وسهلا. طبعا عالم من الأعلام، يعني نعلم أن القلوب تعلقت بك والعقول، لأنكم على ثغر في هذا المكان تقومون بالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، فمرحبا بكم وجزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء. نسأل الله القبول يا رب. بداية، يعني ماذا تعني كلمة سهيل؟ الحقيقة أن اسم سهيل يعني اسم عربي قديم ويعنى به نجم سهيل، النجم الذي يظهر في السماء. وحينما دخلت العرب هذه الأرض، وعادة العرب أنهم إذا وجدوا اسما أعجبيا أنزلوه على ميزان لغتهم. يا سلام. فكانت هذه المنطقة تسمى سويل، وهو اسم قوطي قديم مجهول المعنى. فلما دخلوا هذه الأرض فسموه أو نطقوا به سهيل. ثم بعد ذلك طارت أسطورة في الآفاق في أن نجم سهيل لا يرى إلا من هذه المنطقة، وكعادة العامة انتشرت هذه الأسطورة حتى تناقلتها الكتب وصارت صحيحة. وهذه المنطقة، منطقة سهيل، هي منطقة كانت عامرة بالعلماء قريبا من مالقة، ومنها الإمام السهيلي صاحب الروض الأنف نسبة إليه. نعم. إذا كان هذا النجم فلدينا نجم الدكتور محمد مصطفى كمان. الله يبارك. مرحبا بكم. الله يبارك. نستهل بقى الموضوع بتاعنا، يعني ماذا عن دور الإنسان في الأرض؟ أولا، بداية ينبغي أن ندرك أن وجود الإنسان في الأرض وجود وظيفي وفق عقد محدد، محدد الشروط، محدد الأركان. حين نزل آدم عليه السلام إلى الأرض، في تقديري لم ينزل إلى الأرض على سبيل الإهانة أو على سبيل التحقير، وإنما نزل على سبيل الاستعلاء واستكمال العقد الذي شرعه الله عز وجل له قبل أن يخلقه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا العقد المتجدد ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، حين يرسل الله عز وجل ملكا فيوثق هذا العقد مكتوبا فيكتب أجله ورزقه وعمله أو شقي أو سعيد. إذن هذه الوظيفة التي من أجلها أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض، ومن أجلها أقام هذه السوق العامرة من أرض جارية بأنهارها وسماء سارية بنجومها، والتي أوجد الله عز وجل من أجلها الرسالات، وأوجد من أجلها الأديان لضبط حركة الإنسان، فأوجد لهذا الإنسان ضبطا دينيا أو مسارا فكريا يضبط حركته، إذا عوج عدله، وإذا أخطأ صوبه، وإذا خرج عن المسار أعاد به إلى مسار الاستقامة. وهذا من باب الرحمة الإلهية والعناية الربانية، أنه لا يترك صاحب العقد وحده في هذه الحياة يتخبط فيها خبط عشواء، دون أن يجعل له طريقا مستقيمة، ودون أن يجعل له حدا منضبطا كلما أخطأ. لأن في تقديري أن الله عز وجل لم يخلقنا للعقاب،
وإنما خلقنا للعمل والإنتاج، ومن كان هذا شأنه فلا بد أن يخطئ، ومن كان هذا شأنه فلا بد أن يعان وأن يساعد. ومن أجل ذلك جعل الله عز وجل دوما في التاريخ البشري رسالات وأنبياء يبلغون هذه الرسالات ويفعلونها في حياة الخلق بطرق مختلفة متنوعة تتناسب مع كافة الطاقات والإمكانيات وتتجاوب مع نفسيات جميع البشر وعلى قدر ما آتاهم الله عز وجل، لأن الخلق البشري خلق متنوع الطاقات متنوع الإمكانيات بحسب طبيعة الأرض، كما ورد في الحديث أن الله عز وجل حين أراد أن يخلق آدم جمع من تراب الأرض كله. هذا الجمع من تراب الأرض لا يتحدد به اختلاف طباع فحسب ولا اختلاف صفات فحسب، وإنما كذلك اختلاف طاقات وتنوع عطاءات لينسجم الوجود البشري في الأرض كلها. ولأنه لا يصح أن تقوم في الأرض حضارة دون هذا التكامل البشري، من أجل ذلك تعدد الأنبياء حتى عدهم النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 124 ألف نبي، وهذا عدد كبير. عفوا، لكن الإنسان الذي ورد ذكرهم في القرآن تقريبا ما يقرب من 25 نبي. نعم. حقيقة ما ورد ذكره في القرآن شيء، وما ورد في السنة شيء آخر. الذين ورد ذكرهم في القرآن هم الرسل الذين تركوا بصمات فارقة في التاريخ البشري، وبقية المرسلين هم الذين أعادوا التجارب الحضارية في التاريخ البشري ليؤكدوا على معاني هذه الرسل. ولذلك في تقديري أن كل نبي من الأنبياء السابقين له بصمة وله أثر وله لبنة وضعها في صرح الحضارة الإنسانية من أجل أن يتأكد في الوجود البشري اللحمة الواحدة، لأن هؤلاء الأنبياء لم يأتوا إلى أرض العرب فحسب، وإنما وما من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة من الأمم الإنسانية أرسل الله عز وجل إليه، علمنا ذلك أو لم نعلم، وصل إلينا أو لم يصل إلينا، لكن اليقين الذي لا يتطرق إليه شك أن الأمة الإنسانية منذ آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا تخلو من وجه إنذار وتبشير، من وجه تبليغ، من وجه رسالة يصحح لهم مسارهم. وبالتالي كان الأنبياء في السابق يقومون بهذا الدور. تعددت أدوار الأنبياء في الأرض جميعا من أجل أن يعلموا الناس بدايات العلوم. أنا أذكر لكم مثلا، تفضل، غالينيوس، وهو يقولون عنه أبو الأطباء ومؤسس الطب الأول، يروي عنه الرازي فيقول إن غالينيوس يقول أنه كانت بدايات تعلمه للطب رؤى وإلهامات. سبحان الله، لم يترك ربنا عز وجل الإنسان هملا في هذه الحياة، بل في كل لحظة من اللحظات كانت هناك عناية ربانية تأخذ بناصية الإنسان توجهه فكرا وخلقا ونظاما، توجهه حركة وسكونا، تشرح له الأمور وتضع في يده بدايات العلوم والمعارف، ليبدأ بعد ذلك عمل العقل الإنساني في الإبداع بعد أن يمسك بالضوابط الأولى التي، أو بعد أن يوضع على قضبان القطار حتى تستقيم خطواته. ومن أجل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل البداية الأولى للإنسان في الأرض بداية عجيبة. عندنا التاريخ المادي كله يذكر أن الحضارة الإنسانية بدأت مع الرعي والزراعة. ديونارد أبو التاريخ وصاحب قصة الحضارة يذكر لنا أن الحضارة الحقيقية للإنسان بدأت مع الزراعة، وعلى ذلك فالإنسان قبل أن يزرع لم تكن له حضارة. ونحن نجد أن ولدي آدم الذين ذكر في القرآن كان أحدهما راعيا وكان الآخر زارعا فلاحا. معنى هذا الكلام أن الحضارة بدأت مع آدم عليه السلام، وحينما يقول مولانا سبحانه وتعالى لسيدنا آدم ولكم في الأرض مستقر ومتاع، والاستقرار هو نوع الحضور الذي تسعى إليه الإنسانية دوما، بل معنى الحضارة الحضور والاستقرار، وهذا هو الأمر الأول
الذي من الله به على آدم عليه السلام حين قال له ولكم في الأرض مستقر، ثم المتاع، والمتاع لا يتأتى إلا بنوع من الاستقرار والأمن والطمأنينة والوفاء بالاحتياجات الأساسية. ولذلك قال مولانا إن أول بيت وضع للناس، أي أن آدم حينما نزل لم ينزل عاليا في الأرض ولم يبت ليلة في عراء، كيف وهو عقد بينه وبين الله عز وجل أن يقوم بالخلافة في الأرض. إذن الوظيفة الرئيسية للإنسان هي الاستخلاف، الاستخلاف. نعم. هذه وظيفة كما قلت لكم وفق عقد. نعم. فحينما نزل الأرض وفرت له الأسباب، لم يترك جائعا ولم يترك عاريا، وسخر ولم له يترك ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك قبل هذا السياق وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال مولانا عز من قائل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، للعموم هنا. نعم. خلق لكم ما في الأرض جميعا. لماذا؟ لأنك تستفيد من حركة تسخير السماوات، لكن الاستفادة المباشرة من لمسك لمقدرات الأرض. لذلك طمأن الله قلبك لما هو قريب منك، ما هو بعيد عنك أنت لا تستطيع أن توقف نجما، ولا تستطيع أن تسير شمسا، ولا تستطيع أن تهطل مطرا، لكن ما هو قريب منك تلمسه تستطيع أن تحرث أرضا، وتستطيع أن تبني بيتا، وتستطيع أن تنتج أو أن تقيم مصنعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض ثم استوى إلى السماء ليطمئنك. مدام القريب منك المحسوس بين يديك الملموس هو قريب منك تستطيع أن تتحكم فيه، فإن الذي استوى إلى السماء يطمئنك ويقول لك كذلك الذي في السماء مسخر لك بأمره سبحانه وتعالى جل شأنه. فطمأنك على سير ما في يدك طمأنة لك على سير ما في يده. درجة اليقين عاليا لدى الإنسان. يعني الحقيقة أن العقد المقام مع الله عز وجل يوجب في الحس الإنساني المسلم درجة من اليقين المطلق. نعم. لأن الذي عقد معك العقد هو الله الذي يملك أسباب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، والذي يسير هذا الكون من أوله إلى آخره. فإن وثق الإيمان في قلبك فيجب عليك أن تتأكد أن الذي استخلفك في هذا الوجود والذي أوجد لك هذه المسخرات يقينا لن يتركك. ولذلك قال مولانا وفي السماء رزقكم وما توعدون. لماذا؟ لأنه لا سلطان لأحد على السماء كما قلنا، مسخرات السماء لا سبيل لأحد لا إلى إيقافها ولا إلى تشغيلها. فلما يكون رزقك محفوظا في السماء مع أنه موجود وجاري في الأرض بين يديك، لكن الله عز وجل يطمئنك يقول إن تسخيره وتسييره بيد الذي في السماء، فلا سلطان يمنع ولا سلطان يمنح، إنما هو الله الواحد القهار. بارك الله فيكم، نشكر حضرتك على هذا العطاء. طيب ماذا عن رسالات النبوة وبناء الحضارات؟ سنتعرف عليه بحول الله بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. إخوة أخواتي، ما زلنا مع رسالات النبوة وبناء الحضارات، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج آفاق. نعود إلى ضيفنا وعلمنا الجليل أستاذ الدكتور محمد كمال مصطفى. هذا التساؤل وهذا المحور من الأهمية بمكان أن نتعرف عليه، وظيفة الأنبياء، ماذا عن دورهم في بناء التاريخ الحضاري الإنسان؟ في تقديري أن الأنبياء في المقام الأول كانوا يقومون بدور التعليم والتهذيب والتثقيف وتجميع الناس على أسس حياتية واضحة، لأن الإنسان بيحتاج في كل فترة من فترات حياته إلى من يهذب له أخلاقه، وإلى من يعلمه، وإلى من يربيه. ولعل هذا من الأسرار البديعة في إطالة فترة الطفولة الإنسانية. يعني قياسا إلى بقية المخلوقات، نجد أن الطفولة الإنسانية والتي يحتاج فيها الإنسان إلى درجة من تلقي التربية والتعليم والتأديب تفوق ثلث حياته تقريبا. من أجل ذلك
ومن أجل ما ذكرناه في سابق القول من أن الإنسان قد أقام عقدا بينه وبين الله عز وجل للاستخلاف في الأرض، فكان يجب أن يفعل هذا الاستخلاف بطريقة تعليمية تربوية. أولا، هذا العقد هو عقد جامع شامل لكل مفردات الكون، فأنا حين أنظر إلى الزهرة، إلى الوردة اليانعة، بيني وبينها عقد، أن تنظر عيني إلى جمالها وبهائها، وتستنشق أنفي أريجها وعبيرها، وعلي ولها علي حق ألا أؤذيها ألا أقطعها، ليتمتع بها مع المرعاة جميع. مع المرعاة بقى من بين قوسين دائما. نعم. دائما بين قوسين. نعم. إنما نتكلم على الأصل، هذا الطير الذي يطير في السماء بيني وبينه عقد ألا أؤذيه وألا أذبحه إلا بأمر الله للطعام، فإن كان اللعب والله أثمت به. إذن وجود الإنسان في هذه المنظومة الحياتية وفق عقد ينظم له آلية التعامل مع كل مفردات الكون، وأعظم آلية للتعامل ما بين الإنسان والإنسان. ولذلك أرسل الله عز وجل الأنبياء بصور متعددة وبأفكار متباينة وبشرائع كثيرة وبمناهج حسب الزمان والمكان. وفي تقديري أن هناك شيء مهما جدا، وهو كيف تتكون منظومة الفكر الإنساني وفق ركائز ثلاثة. الركيزة الأولى الإنسان نفسه، المكان اثنين، ثلاثة الزمان. إذا نحن نتحدث الآن عن إنسان ومكان وزمان، فكلما تغير المكان وكلما تغير الزمان كلما احتجنا إلى معلم جديد يؤسس للناس أصولا للتلاقي والتعايش. وهذه الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ليه كما ذكرنا وكما ينبغي أن يكون مدرجا، أن الإنسان خلق من طبائع مختلفة. ما دام الإنسان مخلوقا من طبائع مختلفة ويحمل صفات مختلفة، فالمنطق والعقل بيقول إن هذا الإنسان لابد أن يتلقى نوعا من التعليف من التعليم يختلف بقدر اختلاف طباعه وزمانه ومكانه. لما أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين أرسلهم لطباع بشرية مختلفة ولصفات إنسانية متعددة، ومن أجل ذلك اختلفت مهمات الأنبياء. فكل نبي كان يأتي لبناء أو لوضع لبنة في صرح الحضارة الإنسانية، تعليما وتربية وتثقيفا على كافة، كل كان له إسهام. كل كان له. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الراقي يقول مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى جدارا أو بيتا إلا موضع لبنة، فكان الناس يمرون ويقولون. إذن كل نبي من الأنبياء وهذا الشاهد هو موضع لبنة في بناء الجدار الإنساني. كل نبي من الأنبياء أتى إلى الإنسانية وأعطاها من معرفته ومن وحي الله عز وجل إليه ما يقيم به هذا الصرح الإنساني. هذه واحدة. ثانية، الإنسان بطبعه لابد أن يؤصل لجو من التعارف والتلاقي، وهذا التعارف والتلاقي إن ترك الإنسان وحده ليؤصل فيه ما شاء تغلبت منفعة الأفراد على منفعة المجتمع، فكان حتما أن يأتي رسول من أجل أن يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. فهذه من دواعي إرسال الرسل لتعليم الناس أصول التلاقي. وسأقتصر في حديثي معكم على أمثلة خمسة من النبوات، تفضل، حتى نستطيع أن نستوعب الأثر الحضاري لكل نبي من الأنبياء عبر التاريخ. آدم عليه السلام حينما جاء ذكرنا أنه جاء وقد علم أولاده الرعي والزراعة، وفي تقديري هذا من معاني قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. لقد علم الله عز وجل آدم الأسماء أو الأشياء أو الأفعال أو الوظائف التي تعينه على تأدية وظيفته الأم في الأرض وهي الاستخلاف. ومن هذه الوظائف أن يتعلم الزراعة وأن يتعلم الرعي، وهذه مهمات لا تصلح لها الملائكة. الملائكة ليسوا بزراع وليسوا برعاة ولا يقومون بهذه الأمور، لا تسمح لهم بذلك يعني. طبيعتهم. نعم. طبيعتهم مهمتهم لا تسمح لهم بذلك. نعم. ولكن الإنسان مطلوب منه أن يقوم بهذه الأشياء.
فقام آدم بهذه الأشياء وأسس أساسا حضاريا لأولاده من خلاله. التقى الرعي مع الزراعة، والتقت حركة الإنسان للتواصل عبر ما تركه آدم لوالديه. مش لوالديه فقط، لأولاده. لأن حقيقة القرآن وإن ذكر والدين لكن لآدم كان أولاد كثر إلى أن يرث الله الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذا بالنسبة لآدم عليه السلام. نأتي إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة نبي الله إدريس. نبي الله إدريس كما هو معروف عاش في العراق فترة من الزمن، ثم انتقل إلى مصر وأسس لأهل العراق حضارة الطلاق الصناعي، وهو أول نبي علم الطلاق، التلاقي الصناعي. نعم. بمعنى أنه أول نبي علم الناس الكتابة والقراءة، وأول نبي علم الناس الخياطة. إذن أوجد صناعات تجمع الناس، والناس يحتاجون لبعضهم أكثر في مجال الصناعات أكثر من الزراعات. صحيح. لأننا في الزراعة يمكن أستقل، عندي قطعة أرض أحط فيها شوية جزر شوية طماطم شوية بتنجان، لكن حينما يكون عندي مصنع ما أستطيعش أن أنا أقيم 10 مصانع في مصنع واحد. صحيح. فإذا الصناعة تظهر احتياج الإنسان إلى أخيه الإنسان أكثر من احتياج الزراعة. من أجل ذلك كان أول من أسس النظام الصناعي في العالم كله، أول تأسيس صناعي في العالم كان على يد نبي الله إدريس، فأقام لهم حضارة في العراق، ثم انتقل فأسس لهم حضارة، وكانت هذه الحضارة على أنهار جارية، يعني على أراضي زراعية، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستقل بالصناعة عن الزراعة. فأقام لهم حضارة في العراق وأقام لهم حضارة، وكانت هذه الحضارة في معناها أنها حضارة تعليمية تربوية أخلاقية تجمعية، فكان أول من جمع الناس على هذا الأساس البين في الحضارة. المثال الثالث، نبي الله نوح عليه السلام، فرصة جديدة لإعادة بناء البشرية وفق نموذج متكامل صحيح، بعد أن أغرق الله عز وجل الأرض ومن فيها، ونجى الله عز وجل نوح ومن معه، ونزلوا إلى الأرض، فأقام الله عز وجل بهم هذا الصرح الحضاري، كأنه إعادة تأهيل البشرية بصورة جديدة وفق ما يقال المدينة الفاضلة. فكأن هذه التأهيل الجديدة أو الفرصة الجديدة التي أعطيت الإنسانية لتنشئ حضارة نظيفة كنموذج للحضارات كانت على يد نبي الله نوح عليه السلام. المثال الثالث، الرابع، المثال الرابع، سيدنا إبراهيم عليه وعلى عليه الصلاة والسلام. إبراهيم حقيقة هو أول من أسس التلاقي البشري على أساس مطلق الإيمان، فطاف في الأرض جميعا، وهو النبي الوحيد الذي طوف الله به الأرض، فانتقل من العراق إلى فلسطين إلى مصر إلى أرض العرب، هذه التي نعرفها، فما بالك بالتي لا نعرفها. كل هذا بغرض الدعوة، في كل مكان مستقر من أجل الدعوة. لقد أجل الدعوة. وردت الآثار أنه جلس في مصر 10 سنوات، سيدنا إبراهيم 10 سنوات يقيم في مصر داعيا إلى الله عز وجل. أقام في فلسطين وأقام المسجد الأقصى، أمره الله عز وجل أن يقيم المسجد الحرام، وحينما أراد أن يزوج ولده إسحاق أرسله من أجل أن يتزوج من أهل العراق، وحينما أراد ولده إسماعيل أن يتزوج أرسله ليتزوج من أهل مصر. كل هذه الأشياء تقول إن إبراهيم أراد أن يوجد أمة إيمانية مطلقة، بصرف النظر عن أماكن وجودها وعن نشأتها وعن الحضارات التي قامت في ظلالها، وأن تنقل إبراهيم هذا الذي أوجد أو جعل منه أبا للأنبياء، بحيث أنه انتقل من ثقافة إلى ثقافة ومن حضارة إلى حضارة، واستطاع أن يأخذ من هذه وأن يعطي لها بقدر ما أخذ منها أو أكثر. إذن كان نبي الله إبراهيم مثالا لتلاقي الحضارات التي نسعى إليها اليوم، هذه الحضارات التي نريد أن نقول تواصل الحضارات والثقافات، لقد قام بها إبراهيم عليه السلام في هذا الزمن الأول، وجعلها كلمة باقية. الذي يعد أول رحالة في الدعوة الإسلامية. أول رحالة في الدعوة الإسلامية. طيب وأول ناقل للثقافات، وأول موصل للحضارات، وأول مقيم لجسور التلاقي بين البشر على أساس الإيمان المطلق. نختم بالنبي الأخير. بالنبي الأخير. في عجالة لو تكرم. نعم. نبي الله موسى. عليه وعلى عليه السلام. نعم. هذا الذي ربي
في قصر الملك في مصر ليتلقى أصول الحكم وليكون أول نبي لم يرع الغنم في صغره بل رعاه في الكبر خلافا على قاعدة الأنبياء، ليقيم الله عز وجل به نموذجا فريدا في الدولة المحدودة بالزمان والمكان. ولذلك قال ربنا عز وجل لسيدنا موسى ولتصنع على عيني. صناعة موسى على عين الله عز وجل لم تكن مجرد حماية من فرعون، ولكن كان لتلقي وتعليم أصول الحكم الذي يقيم به دولة وفق منهج الإيمان على أصول حكم في وقته كان حديثا أو كان أحدث حكم في وقته. يبقى إذن هؤلاء الأنبياء بهذه وهذا مختصر يعني نعم. هؤلاء الأنبياء يمثلون لنا منظومة دقيقة وراقية في آثار مباركة تركوها في بناء الحضارات الإنسانية. بهذه المنظومة المباركة نشكر حضرتك ونأتي لختام هذه الحلقة. شكرا جدا. إخوة أخواتي، لم يبقى لنا إلا أن نتقدم للعالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد كمال مصطفى رئيس جمعية سهيل الإسلامية بأسبانيا، سائلين الله عز وجل أن يجزيه عنا وعنكم خير الجزاء. حتى نلتقي نستودعكم أنات الرحمن، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.